أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام مع هذه الجولة الصحفية وأبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من عناوين ومقالات للرأي. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام، ومنها نطالع: افتتاح عالمي لقناة السويس الجديدة في 6 أغسطس، الرئيس: تحويل مشروع التنمية بالمنطقة إلى واقع خلال أيام، إعدام 6 من تنظيم بيت المقدس في قضية عرب شركس، النيابة تستدعي قوات تأمين سيارة شهداء القضاء بالعريش، والخارجية تستنكر تدخل بعض الدول والمنظمات في أحكام القضاء المصري، دعوة 25 دولة إفريقية لتوقيع اتفاق دمج التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية: الخارجية نرفض الإساءة للقضاء المصري، لماذا تدافعون عن الإرهابيين وتتعمدون تجاهل استشهاد القضاة الأبرياء؟ مشروع يطالب بالحسم والعدالة تنادي بالقصاص، محلب: نواجه الإرهاب نيابة عن العالم وسننتصر. السيسي مع وزيري الخارجية والبيئة ومميش: افتتاح القناة في الوقت المحدد وبالمقاييس العالمية، استقبال جميع أنواع السفن والالتزام بالمعايير البيئية الدولية. صحيفة الشروق كتبت في عناوينها الداخلية: متهم عرب شركس الذين تم إعدامهم حرضوا وشاركوا في 40 حادثا إرهابيا، محلب: يلتقي وزير الطيران ووزير السياحة لمناقشة تطوير العمل بالوزارتين، وزير النقل: إعادة فتح محطة مترو أنفاق السادات قبل رمضان، محافظة القاهرة: نعترف بوجود عشوائية في عمل الميكروباصات وسنضع حدا للأمر، محافظ الجيزة: منظومة جديدة للرد على شكاوى المواطنين بدلا من كل تمام. أما صحيفة الوطن فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: محلب يؤجل تعيين وزير العدل ويكلف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بإدارة الوزارة، 44 حزبا ترسل تعديلات الانتخابات إلى الرئاسة اليوم، ومطالب بتعديل 12 مادة في مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومعدات الجيش تصل مقر الحزب الوطني المحترق على كورنيش النيل وتنفيذ قرار الإزالة الأسبوع المقبل، وزارة الاتصالات: خدمة الواي فاي في محطات مترو الأنفاق خلال 4 شهور. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، ونطالع في صحيفة الأخبار مقالا للكاتب جلال ديودار تحت عنوان: إن ربك لا بالمرصاد. يقول فيه الكاتب: فلتهدأ أرواح الشهداء الأطهار ضحايا الإرهاب الأسود الغادر الذي أسسته جماعة الإخوان وتبنت كل ممارساته التي تم تسخيرها لخدمة مخططاتها الإجرامية المغطاة باحتراف التجارة بالدين. ونتابع في مقاله: ليس من توصيف للأحكام القضائية سوى أنها انعكاس لعدالة الله، ردا على ما تعرضت له الدولة المصرية وشعبها على يد جماعة الإخوان الإرهابية. هذه الأحكام جاءت تجسيدا لعدالة القوانين التي هي من عدالة السماء، بما يعني إسدال الستار على هذه الحقبة السوداء من تاريخنا، ولا شك أنها تمثل ضربة قاسمة لآمال هؤلاء الشياطين في استعادة ما صورته لهم أحلامهم المريضة القائمة على الخداع والإرهاب والتجارة بالدين للوصول إلى أهدافهم الخبيثة. وفي صحيفة الجمهورية اهتم رئيس التحرير فهمي عنبة باقتراب شهر رمضان المبارك، وكتب مقالا بعنوان: جنون الأسعار قبل رمضان، يتحدث فيه عن تحمل الحكومة هم توفير الخدمات والسلع والمنتجات للمواطنين، والرعب الذي يدخل قلب رب كل أسرة بسبب كيفية توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائه في ظل موجة الغلاء الفاحش. يقول الكاتب: الحكومة تقوم بإجراءات عديدة لاحتواء جنون الأسعار، ولكن للأسف حتى الآن هذه الإجراءات لم تمنع جشع التجار ولم تقضي على السماسرة والمهربين الذين يقومون بتخزين السلع من الآن لبيعها بأضعاف ثمنها في شهر الصيام، وعلى الوزارات المعنية والمحافظات القيام بجهد أكبر لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والأهم من ذلك تشديد المراقبة وتكثيف الحملات لكبح جماح الأسعار وضبط الأسواق، وفي نفس الوقت على المواطنين التحمل، خاصة أن رمضان شهر الصبر وتغيير الكثير من السلوكيات الخاطئة وترشيد الاستهلاك والتقشف، لأننا ما زلنا دولة نامية.
ونتحول إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. مشروع وثيقة الرياض يمن اتحادي بلا حوثيين، المبعوث الدولي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد معارك دامية، مدينة الرمادي بيد تنظيم داعش، والحشد الشعبي يتأهب للدخول، سقوط 500 قتيل ونزوح 8000 آخرين. قوات النظام السوري تصد هجمات داعش على تدمير الأثرية السورية مستعينة بضربات جوية مكثفة. ونطالع من صحيفة القدس العربي، جون كيري يؤكد تحركات الحوثيين تجعل وقف إطلاق النار في اليمن صعبة. التحالف بقيادة السعودية يستأنف غاراته الجوية عقب انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن. خليفة حفتر مجلس الأمن رفض تسليح الجيش بهدف التدخل في شؤون ليبيا. إطلاق سراح محتجزين تونسيين في طرابلس الليبية عقب إفراج حكومة تونس عن القليب القيادي بقوات فجر ليبيا. وجاءت أبرز منشطات صحيفة الحياة اللندنية كالتالي: عبد الرب منصور هادي يلتزم أمام مؤتمر الرياض بالحل العادل لقضية الجنوب. أمريكا وحلفاؤها ينفذون 26 ضربة جوية ضد داعش في سوريا والعراق. قادة 26 دولة إفريقية يشاركون في قمة التكتلات الثلاثية في مصر. توقيف 400 مهاجر غير شرعي في طرابلس الليبية. نتحول إلى الصحف الكويتية ونقرأ من صحيفة القبس: في حماية القوات الإسرائيلية آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك وينظمون مسيرة في قلب الحي الإسلامي بالقدس الشريف ويهتفون الموت للعرب. انقسامات حزب صالح تتسع، سقوط مئات الحوثيين بين قتيل وجريح في مواجهات مع قبائل مأرب. خادم الحرمين الشريفين يؤكد: نؤيد وندعم كل من يحاول لم الشمل المسلمين والعرب. ونتحول إلى مقالات الرأي، حيث ألقت صحيفة الرأي على مؤتمر الرياض وأكدت أنه يكتسب أهمية استثنائية في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة والتحديات التي تواجه الشعب اليمني بعد الأحداث المأساوية التي تعرض لها جراء الانقلاب الحوثي الهمجي. وأضافت: لقد تحمل الشعب اليمني أعباء الحرب وحصار الميليشيات الظالم، وقد ناضل من أجل استعادة وطن مغتصب من أنهكته الميليشيات الحوثية، ولكنه سينتصر في النهاية، وتضحياته لن تذهب هباء منثورا، وأي حل سياسي في اليمن لا بد أن ينطلق من المبادرة الخليجية، ولعل المشاركة الواسعة في مؤتمر الرياض تؤكد أن اليمن السعيد قد اختار المسار السياسي للحل، وليس هناك خيار أمام الانقلابيين سوى القبول بمطالب الشعب اليمني. المفاوضات من جديد، عنوان مقال نطالع تفاصيله من صحيفة الخليج الإماراتية التي ألقت الضوء على دعوة الرئيس محمود عباس للحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة وتحديد جدول زمني لانتهاء الاحتلال خلال عام. وأضافت المقالة: يعرف الفلسطينيون أن انتهاء الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو غير ممكن، فهذا الرجل يعلن بكل وضوح سياساته المتعصبة والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، فالمفاوضات من حيث المبدأ تبدو عبثية وتعد مضيعة للوقت، إلا أنها يمكن أن تخفف من حدة الاستيطان أو قد تساعد في إطلاق سراح بعض الأسرى، حيث لا يستطيع نتنياهو علنيا رفض الدعوة إلى المفاوضات لأنه سيعرض الكيان الصهيوني لغضب العالم أجمع. ونتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من جريدة ليموند الفرنسية: تنظيم داعش يحكم قبضته على مدينة الرمادي الاستراتيجية في العراق، والاستيلاء عليها يضمن السيطرة على محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية. تجدد القصف في اليمن بعد انتهاء الهدنة. التحالف العربي يستأنف غاراته ضد المتمردين الحوثيين وسقوط قذيفتين في عدن. إلى الصحف الإسرائيلية ونقرأ من جريدة جيروزاليم بوست: تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس الشرقية إثر قيام متشددين يهود بمسيرات لإحياء ذكرى احتلال القدس. إسرائيل
وسط عاصفة دبلوماسية دولية في ظل تزايد الضغط من الفاتيكان التي اعترفت بالدولة الفلسطينية. من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية نطالع مخاوف الفساد ما زالت قائمة في أوكرانيا. البلاد على حافة الإفلاس، موجة من عمليات القتل ذات الدوافع السياسية زرعت الخوف في العاصمة، والتهديد المستمر من الحرب يخيم على طول الحدود الروسية. الرئيس البوروندي يحذر من هجوم وشيك على بلاده من قبل حركة الشباب الصومالية بعد مرور أقل من أسبوع على محاولة انقلاب فاشلة. الاستخبارات الألمانية ساهمت في مطاردة بن لادن. عنوان نطالع تفاصيله من جريدة بيلد إم زونتاغ الألمانية التي كتبت: تقارير استخباراتية تكشف قيام ألمانيا بتقديم معلومات لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA حول مكان تواجد أسامة بن لادن في باكستان في عام 2011. الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات في بروكسل حول خطط للقيام بعملية عسكرية ضد مهرب البشر في البحر المتوسط. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رصدت تحول اهتمام السوريين من تعقب أخبار الانفجارات في بلادهم إلى تعقب حركة الأسعار المتصاعدة بشكل جنوني. وتحت عنوان الحرب في سوريا تضع أبناء الطبقة المتوسطة بين أنياب الجوع، قالت الصحيفة: أعباء الحرب الاقتصادية على مدار 5 سنوات تركت المتبقين على قيد الحياة من السوريين في صراع لم يسبق له مثيل في التردي، سواء في ذلك المناطق المعارضة أو مناطق النظام. ومع تقدم مقاتلي المعارضة استطاع هؤلاء قطع الطريق على الإمدادات، ليس فقط على الجيش ولكن أيضا عن التجار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على نحو ترك النظام يصارع من أجل تأمين ظروف معيشية مستقرة في العاصمة دمشق، منطقة نفوذ الرئيس الأسد. ويبقى أبناء الطبقة المتوسطة الأكثر تضررا من تلك الأوضاع الاقتصادية السيئة. سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشرق الأوسط كانت محل نقد جريدة واشنطن بوست الأمريكية، التي رأت أن تلك السياسة قد تفقد الولايات المتحدة الكثير من مصداقيتها ونفوذها في مناطق استراتيجية بالعالم. وأضافت الصحيفة: الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزامه الصارم باستخدام كل عناصر القوة لردع ومواجهة أي عدوان خارجي على أمن الخليج، وقد كان ذلك أحدث حلقة في سلسلة من الالتزامات العسكرية والإجراءات من قبل الرئيس، الذي أعلن عام 2011 أن تيار الحرب ينحسر وأن الولايات المتحدة يمكن أن تركز على بناء الأمة من الداخل، الأمر الذي يحمل درسا للمرشحين ما بعد أوباما. فالعالم ينتظر الكثير من واشنطن التي إن تخلت عن دورها فلن يكون هناك أمل في سياسة مستدامة لها. وآخر محطات هذه الجولة الصحفية نظرة على أبرز الرسوم الكاريكاتيرية. ختام الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.